النهارده احنا عندنا ماتشين في منتهى الاهميه، الحساب النقاط فيهم ما يقبلش الاسم على اتنين. سالنا الناس رايكم ايه في الشكل الهجومي لمنتخب مصر. قبل ما اسمع رايك تعالى ناخد كده نسمع راي الناس قبل ما ندخل في المنتخب على طول ونتكلم. عندنا مثلا محمد بدر بيقول مصطفى محمد بس هو اللي هيبقى مفيد، لكن كوكا ملوش بصمات مع المنتخب. عندنا نادر مسعد المنتخب مش هيبقى في حالته بعد خروج قفشه وشريف. شريف محمد بيقول اخطا كيروش في عدم الاستعانه بشريف، لكن اعتقد انه مدرب يميل للاعتماد على المحترفين، وافتكر انه اعتمد على مرموش ومصطفى محمد في الماتشين مع تواجد كوكا كبديل لدقائق اذا احتاجه. انا طبعا يعني مش مختلف. طب خلينا نكمل. محمود ابراهيم حاطط التشكيل اعتقد وشايف ان كوكا هيكون الامثل انه يشغل مركز راس الحربه بشكل صريح. الشناوي، اكرم حجازي، الونش، فتوح، حامد السوليه، صلاح، السعيد، زيزو، ومعاهم كوكا. فادي محمد اتوقع انه الشكل الهجومي هيبقى ضعيف بعد استبعاد قفشه ومنتخب غير قادر على التسجيل، وتحياتي ليك. ده جزء طبعا من كل معانا. محمد هاني، الشناوي، اكرم حجازي، الونش، فتوح، طارق السوليه، عبد الله السعيد، صلاح، وزيزو، ومش لازم مهاجم ماشي انت على اساس ان احنا نلعب ماتشات دفاعيه. مصطفى محمد طبعا محمد بدر ده اللي احنا قلناه من شويه. مصطفى محمد هو اللي هيبقى مفيد، وعلى الرغم من ان مصطفى محمد مهاجم يتمتع بامكانيات جيده، لكن مصطفى محمد بعيد تماما عن مستواه كابتن ايهاب الفتره الاخيره.